طيب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. وانا النهارده مع جروب جريد 4، والنهارده بنشرح يونت 4 النهارده قبل اي حد تاني. خليك معايا بقى كده، علشان احنا كده ما شاء الله احنا مسابقين قوي في المنهج، وانا فخور جدا بيكم. العنوان بتاعي بيقول لي وير دو يو ليف. اصلا هو مش عنوان بس، ده سؤال. السؤال ده هنا عرفت ان هو سؤال عشان حاجتين. اول حاجه يا بندقه، علشان كلمه وير، وير ده هي او الكلمات اللي بتبدا ب دبليو اتش بعرف ان هي كويستشن، فبالتالي هتلاقي في الاخر هنا هو في كويستشن مارك، يبقى الاثنين دول مرتبطين ببعض. طيب وير ده هي شباب او الكلمات اللي بتبدا ب دبليو اتش انا ما بجاوبش عليها بيس ونو. ليه ما بتجاوبش عليها بيس ونو؟ يعني يا مستر مش قد المقام؟ لا لا خالص مش كده والله، اصل وير ده هي بتسال عن المكان يا لوجي، فبالتالي لما انت تيجي تسالي بوير لازم تجيبي لي مكان. وير دو يو ليف؟ انت بتعيشي فين؟ طبعا انا ممكن اقول انا بعيش في مكان غير المكان بتاعك، انا بعيش في ابارتمنت، انت ممكن تكوني بتعيشي في هاوس، ممكن طبعا لو انت مثلا في صحراء ممكن تعيشي في كيف او في تنت في كهف او في خيمه. هنعرف الكلام ده كله، يبقى انا كده عرفت ان اليونت ده هو اللي بان من عنوانه هيتكلم عن مين؟ عن اماكن المعيشه. ده مش اماكن المعيشه بس، ده هيخش جوه بيتنا كمان ويقسم لنا الرومز او الحجرات بتاعتنا. يلا بينا نعرف، يلا بينا. اول حاجه تعالى نشوف النيو ووردز بتاعتنا او الفوكابلري بتاعتنا. لو انا جيت بصيت لاي هاوس او اي ابارتمنت شقه، هلاقي ان هي مكونه من رومز او من غرف. ركزي معايا قوي يا رولا، خليكي معايا. طيب في عندي شويه ووردز في البدايه كده جوه الحجره او جوه البيت ده، بيبداوا بكلمات مختلفه بس اخرهم كلمه روم. كم واحده؟ تعالى نشوف. هبدا الاول مع صاحبتي جومانا، ويلا يا جوجا. Give me three words with room. هاتي لي ثلاث كلمات فيهم كلمه روم. Dining room. Dining room اللي هي غرفه المائده او غرفه السفره. Living room. Living room اللي هي غرفة المعيشة، وما مبينش الجي بتاعت living، هنقولها living room على طول كده بسرعة. والبيدروم. والبيدروم، اوكي. في حاجة تانية رابعة، نمبر فور. نمبر فور باثروم. باثروم، تمام. رولا، أنا ما قلتش لسه السؤال، أنت ما شاء الله أنت بتجاوب قبل الكويستشن. Give me the names of the room. Dining room. Give me the names of the rooms. هاتي لي أسامي الرومز الحجرات اللي موجودة في الهاوس عندك. Dining room. Living room. Living room. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. في غرفة احنا ما قلناهاش بنطبخ فيها اسمها ايه؟ ها؟ Kitchen. ها؟ المطبخ اللي هو اسمه ايه؟ ها تشيك؟ لا تشيك دي ايه؟ ده تشيك دي بلد. ها اسمها ايه؟ ها اسمه ايه؟ كيتشن. مطبخ اسمه كيتشن كده يا بندقه. طيب لو انا جيت قلت حمام، باثروم. اوكي طيب يلا يا لوجي. طيب انا عندي كذا غرفه في الهوم بتاعي او في البيت بتاعي. الهوم بتاعي لو في بلكونه، البلكونه هقول عليها اسمها ايه بالانجلش؟ ها يبقى البلكونه هقول عليها، فكري. بالكوني. بالكوني، يبقى هنا هقول عليها بالكوني. تعالى بقى نقرا مع بعض يلا كده في سرك عشان تحفظ. بيدروم، ليفينج روم، كيتشن، داينينج روم، باث روم، بالكوني، روم. طيب تعالى نعرف ايه اللي جاب الكلمات دي اصلا كده. يلا بينا، هات معايا بيج نمبر 156. تاليا ومامتها، تاليا رجعت تاني، فاكرين تاليا دي؟ بتاعت مين تاليا دي؟ اللي هو اسمه ايه؟ فلاب جاكس. اوكي، يلا بينا تعالى نقرا مع بعض كده. مام، لوك ات اور لافلي نيو ابارتمنت. يا ماما، الماما بتقول كده، بصي لغرفتنا او لشقتنا الجديده الجميلة. يبقى هم هنا بدأوا يروحوا شقة ايه؟ جديدة. الشقة ده هي وصفها ان هي lovely. طب ليه قال our؟ our دي اللي هي بتاعتنا كلنا، بتاعت الأم والأب والإخوات، لكن لو بتاعتنا لوحدي هقول my زي ما اتفقنا. طيب تاليا، it's fantastic. فتاليا رأيها في الشقة دي ان هي ايه؟ fantastic. fantastic.
تمام. افتكرها بكلمه فانتا وحط عليها ستيك. فانتاستيك 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 معناها رائع. اوكي حب انت الحاجات دي قوي يا بندقه. طيب مام which which اللي هي بتستخدم للاختيار اي واحده. which is your favorite room. what's your favorite room. my favorite room is bedroom. is bedroom. which is the living room or which is your favorite room. the living room. The living room. انا علمتكم حاجة تانية برضو انتم ما قلتوهاش اللي هي ايه جدع يا بندقة. I like balcony. I like balcony. Which your favorite room or which is your favorite room? I like favorite room. I like. قولي لي بقى الغرفة اللي انت عايزاها. انت قلتها صح. I like ايه؟ bedroom. I like bedroom. تمام كده. طيب تعالى نكمل يا مستر. For me الأم بتقول كده أو تاليا بتقول كده الأول. For me it's my bedroom. صراحة أنا الغرفة المفضلة ليا ماما هي أوضة النوم. ليا حاجة قالت لك I can relax number one. number one relax and do my homework. وكمان أنا بعمل فيها الواجب بهدوء. حبيت مثلا كده أنام هروح نايمة إيه جوه البيدروم دي يعني وانا بعمل الهوم ورك ولا حاجه. انام شويه اشتغل شويه الدنيا بتبقى هاديه يعني. طيب مام المام بتقول my favorite is the living room with the balcony. الام طبعا لما بدات تشوف الشقه كده قالت لها بصي صراحه انا احلى فيو او احلى منظر عندي هنا في الليفنج روم. ليه بقى الليفنج روم؟ لان هي اصلا بس على بلكونه منها بقدر اشوف الشارع كله. انا دي بقى على بتاع الخيار بتاع الطماطم كل بقى يبقى موجود. I can see the whole street. اهو علشان انا بشوف الهول ستريت الشارع كله. تاليا can you help me organize the kitchen. ممكن يا تاليا تساعديني ارتب المطبخ لان طبعا هم معزلين لشقه تانية فطبعا جايبين كل الحاجات في صناديق فلسه هيحطوا الحاجات فين في المطبخ. فين في المطبخ. في المطبخ. طيب تاليا that sounds good let's do it. خلي بالك ان كلمه let's ده هي بيجي بعدها الانفينيتيف يعني هنا هو هيجي بعدها دو ما يجيش داز ولا ديد. ليتس دو. طيب هنا كمان يا مستر محمد بيعلمني شويه حاجات اخلي بالي منها. ايه هي؟ لو انا عايز اعرض عليك ان انت تساعدني هقول لك ايه؟ هقول لك كان يو هيلب مي. اوكي ركز عشان انا هسال الجروب كله. ركزي يا رولا لو انت موافقه ان انت تساعديني يا رولا فانت هتقولي لي ايه؟ يس شور. طب لو انت رافضه هتقولي لي سوري اي كانت انا اسفه والله مش هقدر. يلا بينا تعالي نبدا مع الجومان. يلا يا جومانه كان يو هيلب مي بليز. يس شور. ربنا يخليك يا رب. كان يو هيلب مي يس شور. يس شور. كان يو هيلب مي يس نو كان يو كان سوري اي كانت. كان يو هيلب مي سوري اي كانت. Can you help me? Yes, I can. Pardon? Yes, sure. Yes, sure. Can you help me? Sorry, I can't. Sorry, I can't. Excellent. طيب لو أنا عايز أعبر عن حاجة جميلة يعني مثلا فكرة جميلة حصة جميلة أكلة جميلة فكرة جميلة هقول that sound is good. That sound is good. حط underline that sound is good. That sound is good. يعني دي فكرة إيه رائعة. خليك معايا يا بندقة وبطلي تقليب يا بندقة. ايه كمان؟ يبقى هنا هقول that sounds good لو انا عندي فكرة او انا سمعت فكرة كويس. طيب مين شاطر يقول هي كلمة let's دي معناها ايه؟ هيا هيا بنا او يلا بنا. طب let's ده هي بيجي بعديها ايه؟ verb. verb صح. بس الverb ده يكون فين؟ اديك اختيارات عشان انت صاحبتي. infinitive ولا ing؟ infinitive. عاش. هو ايه الانفينيتيف ده هو؟ حاجة منتهية. حاجة منتهية ازاي؟ ما فيهاش ايه يعني؟ ما فيهاش اي ان جي. جدع. يبقى ما فيهاش اضافات. ما فيهاش ايه يا بندقة؟ اضافات. طيب يعني عديكي اختيارات كده وانت تختاري منهم يا بندقة. انت سكرة قصدي. طيب ليتس بلاي ولا بلايز ولا بلايد؟ ليتس بلاي او ليتس بلاي. عسل. يبقى ليتس ايه؟ ربنا يبارك فيك يا سكرة كده. طيب تعالى نكمل يا مستر مع بعضينا. هات لي بيج نمبر 154 وتعالى نشوف النيو ووردز بتاعتنا. هاوس هاوس هاوس
tent, cave, houseboat, apartment. طيب دي الأماكن المختلفة للمنازل. يعني إيه؟ يعني في ناس مثلا إن هم في اسكندرية واسماعيلية وبورسعيد، الناس دي بتبقى عايشة في ساعات كده، ساعات بيبقوا عايشين مثلا في بيوت بتبص على البحر، في حاجة عاملة زي القارب كده، زي ما هو في الصورة كده. طيب أما الناس اللي في الصحراء بيعيشوا في تنت. طب الناس بتوع زمان كانوا بيعيشوا في كيف، في كهف، وإحنا دلوقتي لا إما بنعيش في هاوس لا إما في أبارتمنت. أوكي طيب لافلي equal lovely equal what beautiful and أو pretty عايش fantastic favorite what's the meaning of favorite مفضل whole what's the meaning of whole بالكامل organize relax sounds good move to do homework Give me the English of بالنسبة لي. هتجيب لي الانجليش بتاع بالنسبة لي، يعني ايه؟ مين يقول لي قبل اي حد تاني؟ For me. Excellent يا سكرة. طيب انجليش لكلمة جدا او ايضا. Two. طيب الانجليش بتاع كلمة قماش. Close. الانجليش بتاع كلمة بهدوء. Quietly. English. Excellent. طيب الانجليش بتاع كلمة صخرة. روك. طيب give me the opposite العكس، اديني العكس بتاع كلمة outside. Give me the opposite of inside. Outside. عاش. طيب كمل معايا كده. طيب ده هناخده homework يا شباب. 158 159، وهناخد النيو ووردز اللي احنا كتبناهم في كشكول الشرح بتاع النهارده. كده لسه المان خلص في يونت 4. ثانك يو، اشوفكم المره الجايه. جود باي.